صراحة أستاذ مكتبك حلو، شو مخلي له شكر؟ فطير منو؟ وجهك وجهك دعاية ما ضجت خلق نس لا عاد ليش جيت عليك أستاذ؟ بصراحة أستاذ هاي أوراق قبولي بالجامعة الكورية يان تان تان تو هنا كتابة الأزلابي هاي جوا الترجمة موجود إيه وشنو أنا أقول لك عليه مدير تربية الرصافة مال كوريا بابا أنا ملحن صراحة أستاذ أنا قبلت بالجامعة الكورية يان تان تو تعرف الدراسة برا كلش غالية على طار الدراسة صديقي راد يدرس برا فقال له لأبو أريد أدرس برا قال له مو مشكلة خلي أمك تفرش لك بالطرمة صراحة أستاذ ساعدني أنا أريد أدرس برا فتعرف هاي الدراسة كلش غالية وأريدك يعني أريد أنا أغني بنادي ليلي نادي كوري حتى ألم مصاريف الدراسة أقول لك شو تلعب ثقيل
شنو قضيتك؟ لا استاذ تقطقن على راسي شنو؟ لا بصراحه استاذ لا تروح بعيد، يعني بالعكس انا اريد افهمك، يعني اريد اغني بالليل ها بالملاهي الكوريه حتى الم فلوس القصر. ها يعني انت جاي تروح هناك تدريس؟ اي على مود تشتغل؟ اي اريد اغني. اي دق لي هي. اي استاذ مو من الاول شاه سعيد احطك بطابوق وخلي دمك بطولك مو غير انطك السي في مالتي. انه بيضحك 24 ساعه هيك ينس ينس. انت بيك مكروه من الله. اي مكروه بيك هيك ما ادري. لا ايش اغنيه ما اريد، لا 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 اريد اغنيه. المهم انا راح اسوي لك، انت راح تروح الكوريا. اي الكوريا. ولا كانت تدري كم مطرب مطلع شرق اسيا اوروبا؟ اي طبعا طبعا كوريا متروسه مطربين. انا حتى في فيتنام دزيت مطرب. فيتنام؟ اي جبار كبير دزيت في فيتنام، سجل هناك اغنيه عاطف اسمها فيتنام فيتنام تريد انا وياك فيتنام. هناك الكيت مالها كلها كياسه مال تمن. اي بسمتي. اي بسمتي فيتنام. لا انا ما اريد انام، اريد اغني. ها تريد تغني اغاني شبابيه كوريه حتى غرضها موجوده يعني. اوكي زين هناك اذا رحت للملهى ايه انا اقول لك شو تغني حتى سركت عليك. إيه؟ غني لهم بس تعالوا. ايه بس تعالوا ولو جيتوا كل عزيز بعمره طشنا في دلايونكم. استاذ الله يخليك بس تعال شنو دبي لبلبياني شنو اعزم بيهم شمبر هو صار اغنيه اغنيه هاي المواعين كلها تنشمر عليه الكوريه. لا لا استاذ لا اغنيه خفيفه مال خبز. انا افتهمتك هسه ايش تريد باوع. اسمعني زين انا راح اسوي لك مواويل كوريه وتروح بالملاهي الكوريه. ايه؟ وتغني هناك اخلي الكيت تغرق بالكيت. اي هم يحبون حتى الكيت. الدراسه تعوفها بيها كيت. هي يقول لي كيت اعرف كاوشيا ولينشون وجاكي شان هناك هم يحبون الكيت لان كي يحبوها. اي المهم راح نغني هناك كوري، راح اسوي لك موال كوري. موال وبستري. وبسته. اوكي؟ اوكي. اول ما تصعد المسرح هم كلهم قاعدين. هم طبعا يشابهون. هم كلهم يشابهون. اي بس تميز شلون هم يلبسون شنو؟ يلبسون مثل البردات، شلون شراشف. اي تشفشف. واحد تشفشف، اكو برده، مبين سيره، اكو ململ، اكو كريشه يصحولها. اقول لك انت ملحن وتبيع قماش، شنو ململ؟ هسه خليني اسولف. غير تعطيني الزبده. اسمع، انت راح تصعد وغني الموال. شاو 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 او بدا شلع على القلب هاي شنو لا احنا صغار المطرب احنا هذا عبالي غنى الا شاو طاو شاو 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 طيو رحمه الوالدك شنو يعني يقول بحشاشتي سهمك مضى هاو شي شاو طاو شاو طاو شنو يعني هاي وعقبك على يضاق الفضا صدق كذا شاي شاطة 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 شنو يعني شاطة؟ يعني العب 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 يا ها شاطة 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 شنو يعني؟ تحية خاصة شباب سيئون ولا هنا شباب يوم يوم يعني شاطة أنا عبالي هاي الشاصة لا 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 مو شوصه ما تاخذ شوصه وين رحت انت؟ مو تسويها مثل مال السكن شو شوصه يعني نازل نازل اي اي مبينه ها شطا يا كوري والعيون صغار شتاله فتحت الضيق مال بالصدر تحلاله كوري والعيون صغار شتاله حلوه فتحت الضيق مال بالصدر تحلاله الصين مليار وكسر في دوانه وسلسي قول عن حاله وسلسي قول عن حاله ها طا ها شطا يا شطا طا يعني قلبي قلبي هي يوم قلبي شبيك ها شطا ها شطا ها شطا ها شطا نفسه هو صعب ها صعب ها طا شطا طا يعني شنو؟ يعني ها اخوتي ها هاي سهله شطا 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 هاي شنو يا ابي؟ هاي ما عدني لحد ما عندي اثرتين بيها ما بدي اقول ما عرفتها شطا شطا ها شطا 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 شنو يعني ها هطوش وراس وراس شنو يعني؟ يعني من ذول يدرس ويتعلم من ذول يدرس ويتعلم هطوش وطوش وطايا من ذول يدرس ويتعلم روح انت طقيت يعني غنية هيجي استاذ انا اقول له سجلها بسيدي واخذها هناك اخ منك ابو البلاوي
بس اعوفك شويه تطلع للباب، ايش طلعك للشارع؟ ماني شو مسوي؟ ابو المصايب انت. لا تصحين عليه. ها لا تصحين علي. ماما لا تصحين علي ماما. فقير هسه صرت ها؟ شنو سويت انا؟ سويت انت ابو البلاوي. بلاوي. شعلك بالبنيه؟ كل ما هنالك عاني طلعت برا شنو ضايل طاق روحي، طلعت بالحجره مالتي. اكو بنيه عمرها 5 أشهر اسمها سندوس. سندوس. ايه عشرتني دقيت لها هرم بالحجله. كان اخوها شعبني. هذا اخوها حقي. كان يلحقني بالبايسكله بثلاث شروخ. ايه. ها انا ما قلت له لزمته. تلاق وباكس وكله ونوته بالقاع. تسوي لنا العون. ايه وهسه جايين يريدون فصل، منين ندفع لهم الفصل؟ لفلوس العشيره. ايوه. ايه شلونك خالي؟ شلونك؟ انما جينا رز انما ايه؟ عندنا زبونه دمين. خلاص. خد منها 8 4 زباين. قصدك يعني 4 نفرات؟ ايوه. معهم زلاطه تاكلهم هنا ولا هو جيب؟ اكل. خلاص عرفت. انت دايما كده زي امك. تفضلي تفضلي مدام. قاطره ومقطوره. بسم الله ما شاء الله. كان لازم تاخد منها اكتر. ايه رايك؟ اهلا 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 بيك دكتور. دكتور طبيب عام كل شو كلاشي. اهلا اهلا. الصراحه دكتور اني يعني من النوع اللي كلش اخجل استحي ما اعرف ابدي منين. انا اقول لك ابدي من صفحه 36 لحد 39 38 ما داخله. شنو امتحان هو تحكي؟ مو قلت لك اني كلش اخجل. في ايه بس؟ يعني هو فتشي كل صعب وخطر دكتور. دقيقة يعني تستحين تحكين قدامه؟ إيه خلاص أنا عرفتي. خلاص أنت خذ راحتك وأنا أتصرف. أنا امشي اطلع أنت برا. امشي. استنى استنى. لا يعني أنا قصدي أول مرة يعني أجي المكان وحدي نقعد أنا وواحد بس. ما قلت لك إيش لا؟ ما أنا بقول لك أنا اللي أشلع. لا. اشلع أنت. خلاص انا طالع. ده يا انت اختك. خلاص يلا. الموضوع هو ما بي يعني انه اني زوجي. ايه ده انت متجوزه؟ ايه طبعا متزوجه. ايه متزوجه. إيه اني متجوزه؟ ايه اتوبيس؟ لا 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 متزوجه رجال. ايه رجال اني يعني بعد اذنك يعني العفو من قمت اكره كل رجال بالدنيا. الله الله الله. قلت لك روح يلا. لان هو دكتور يضربني ويأذيني وانا حالتي كلش تعبانه وما اعرف ايش اسوي. ساعات يمكن اريد اطلع انتحر. ساعات اريد اضرب نفسي بسجين. لا والله ما اعرف ايش اسوي. يعني رئتي تموتين؟ اي اي حرامات لو ميته وخلصانه. اصبر عليك. لا لا ليه كده؟ وما اعرف قلت يعني يمكن القي حل يمكم يمكن شيء سهله سهله. انت كده عايزه دكتور نفساني؟ ايه ايه. الدكتور النفساني ده فوقينا. يعني انا غلطت لازم اصعد درج مرتين له؟ بس هو مات. ايه الحمد لله الحمد لله. على نياتكم ترزقون. شوفوا أنا يعني جيت رأسا عليك. ما رجلي رأسا جابتني عليك. يعني ماكو غيرك دكتور. أريد حلا. طيب. خلاص ماشي. إيه. ده فاتن حمامة. لقيت الحل. أديها علاج يعني زين شوية. أديها زين. علاج زين. إيه. علاج نهائي. أريد ما أعرف. أنا هقول لك. قول. سيبك من الأوتوبيس. يا أوتوبيس. جوزك. ارميه. اخلعي. يعني وين اروح؟ ما انا هجوزك. صدق دكتور؟ يعني اهو بتقول ايه؟ انا اتجوز ذا التانكي؟ ابن اخته تانكي مال الطيران؟ شبيه عيني؟ طبعا ما لازم اخذ فرع بالمعارض ورقه ورقتين. انا هعمل لكم الفرع على حسابي. وأنا موافقة. خلاص أعمل لكم كل حاجة. وهي خلعتها. وهغني لكم كمان. إيه تغني؟ زينة والله زينة. قصدك متينة. والله متينة. متينة غالية علينا. متينة 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 متينة.
متينة متينة تاكل بصل وضم حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصر يا حبيبي مهما طال المطال أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام العتاوي تسهر الليل كله تقول ميو 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 لك لك عايشين وهاي أي باخ شنها الأناقاس شنها شنها الوردة الحلوة هاي شنو طلع لك لجوء طلع لك لجوء يا لجوء معزوم وين وين عافية عافية وين معزوم بعرس عرس ميو 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 عرس منو لو أقول لك ما تصدق منو تعرف عرس مين إيه بعرس هذا كان بالزغير ابو شهيقه اه ايه اللي يقول ايه 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 شلعت قلب ابوه شلعت قلب الجرو لك ابو سوى بي ابو هو اللي سوى عندي ضغط وسكر من ورا حد زين ابو زايد موته زين هذا ابو شهيقه شنو كان صغير وكبر دراس أنا شوفه كلب صغير من درس درس تعب تعب وصار كلب بوليسي يعني تخرج كلب بوليسي وخطب خطب كلب سلوقية أقول لك عافية هو صح خوش كلب كلب من كلب أصلي هو ليش زين أنت عزموك وأني عدوي ليش أنا عدوي ناقص ما يعزموني ليش هم كيفهم يحبوني ويكرهونك اي حبوني فار انا فار خوش فار متربي مو مثل العتاوي المخبرة اهل البراميل اهل الزفر جيري فدوى عينك انا مو اخوك احنا مو صار اصدقاء عمر دخلني للحفلة شكو بيها ما اخذك ما أخذك إنه بشو جايبين مطرب صدق أنا يوما احكي لي شنو عازمين الكلاب كلها كل الكلاب بيت الدوبرمان وبيت الوولف دوغ حتى تشاو منو الكلاب صينية عازمين هذول طاقين يعني عرس دولي الكلاب كلها ملتمة على فرد عظم عافية دخلني عافية ما أخذك هيك خباته فار خبيث يعني هيك اليوم منه خليك يطق قلبك زين ومنو راح يغني بالحفلة جابين كلب طاق كلب زينة شو المطرب طاق هسه نص الكلاب ايه هسه كلاب يعني كلب معروف أقول لك الكلبات يموتن عليه كل ما معلق البوستر مالته وشو كلب هيك كل القلادة مسوي شو اسم المطرب هذا الكلباوي اسمه يعني حلو يغني اسمع اي شو يغني شو يعني ها يقول احبك ميو وهاي شنو يعني احبك وانت ناسيني هذا مقطع الهم هو شنو حبيتك وانت رفضتيني لك هاي شنو هاي يقول تحية خاصة لكلاب الديرة ولا هون الكلاب السلوقية يعني حتى بيه تحيات خاصة اي زين ايش راح يكيتولهم هناك ايش راح يكيتول عظام اي عظام اجيب لك عظم وياي يعني بنكت حتى لو شعب ما يخالف هناك تشتغل هناك تشتغل يا
يعني شنو؟ حتى طلقات هناك. كلب قام يرمي هناك بالعرس. لك خذني. ظل ظل انت ظل هنا انت في الرطوبه ظل. يصير انا يصير هيجي عفيها عتاوي ولا عتوي تزوج ولا بزونه خطبت ايش بيكم من نلعن ابو الميو. ماما اعتقد بعد ماكو حجه هذا دكتور نزار جاي ده يخطبني دكتور. اي ماما مبين هو دكتور طول ما لابس هو معه زين هذا اللي ليش لابسين عندنا عمليه عندنا شيء ابني تدرين بي شوي وقائيا يعني وقائيا لازم يعني احمي نفسي تدرين جو متلوث كله فيروسات وجراثيم وكل شيء وكلاشي صح ماما جو جراثيم حتى من اسلم عليك يعني اخاف اقول لك حضرتك دكتور مال اوادم بيطري ها بيطري اي طبعا يعني مال اوادم ومال بيط يعني بيطري اي اهلا وسهلا بك امي اهلا وسهلا بك عندي شاشه تسعيل هاشمنا مط مسخن عادي ما شاء الله وكل شيء حاويها طب طب اي طب طب هو طب طب حلو اهلا يعني وسهلا بك درينا حبيبي درينا طبعا قبل ما نقوم باجراءات الخطوبه اكو بعض الاجراءات الصحيه لازم نقوم بها يا إجراء صحية أنا حبيت أسألك كم سؤال طبي يعني ماما دكتور نزار يقصد إجراءات طبيعية إجراءات صحية عادية أنت كل ما عندك إجراءات صحية إجراءات يا شيخ بنيتي جاية تخطب جاية تفحص شنو يعني أرجوك أنا ما يعني عندي أقول يجوز أنت عندك سؤال هو بعض الأسئلة يعني يعني عندك أمراض مزمنة مثلاً ضغط سكر الله يا أبني تدري يعني هو الإنسان من يكبرش عنده أكو غير الضغط والسكر عندي ضغط وسكر عندك ضغط وسكر عندي خوش زين إذا عندك ضغط وسكر عندك حساسية جلدية حساسية ضد الأطعمة أمراض فتاكة من هالشكل هذه لا عينك وش ما عندي قلنا لك هو بس ضغط وسكر زين الدخنين بينه وبينك هي يعني أبوك لي كم وحدة؟ هذا مو زين أساس الأمراض الفتاكة التدخين ابني شو أسوي من أقهر ماكو ما شو أسوي غير الجقارة شوية تفوخ فادي الجقارة تفوخ فادي يعني ماكو بعد زين دكتور نزار شلحت يعني تقول لك ماما ما بيهاش الحمد لله سليمة هو بس الضغط والسكر يخنا فحصها ابني على شنو قاعد تفحصني في دول قلبك صدر صدر شو تسوي بي لا شوف النفس ماما الرئة كوش ما بيه ابني كوش ما بيه كوش ما بيه لا تفعله ايش بيك عيني ايش بيك اتفعله وين اوقف ما اقدر اوقف بس انا صدره بتقول ايش بيك لا تفعله جر نفس عشان تشوف طاق على الخط السريع مال تريلا بعد والله زين زين بعد ما عندك امراض ثانيه لا قلنا لك كل شيء ما عندنا غير الضغط والسكر يعني مثلا مو تدرين هاي المساله ليش اسالها؟ ها تدرين ليش؟ ليش؟ مو هاي تنتقل وراثيا عبر الجينات، اذا باكر عقب زواجنا يطلع ابني بامراض. اي ماما هو يخاف على جهالنا. لعد انت ما دام هيجي وتخاف على جهالك، انا هم لازم اصارحك بالحقيقه. متى ما تحجين؟ يا حقيقه. يا حقيقه. والد ورده. ايه احجي، نهت احجي. بجنون البقر. جنون البقر لا عند ابو جنون البقر كذبين على الولد هاي من اولها ما يصير عيب الولد صادق ويخاف فيروسيا قولي له عنده جنون البقر لان هاي يطلع بالجينات ويطلعون اطفالكم مجنونين حرام عليك ماما مع الاسف شنو دكتور مع الاسف مع الاسف على شنو مع الاسف مع الاسف على شنو ضم علي هذه الشغله لا صدقني ما ضم عليك جنون البقر اي اي حتى من الزواج يطلع ابني مثل الهاشه الثوله يقوم يضرب ما أنا طالع ومع الأسف كل شيء يقول لك مع الأسف كل شيء انتهى بيناتنا كل شيء كل شيء فرصة أخيرة توفي روح أنا
تعرفيني من خلال فبركتي للدنيا وللحياة، هذا الثور ما ينفعك. لك اليوم أموتك أموتك، أذبحك أذبحك اليوم. تتني؟ قلت لك طبعا. شنو يا ولدي تتني؟ البارحة أبوي كتلني. هل؟ إيه. هل؟ شلون كتلني كتلة؟ بيش؟ بكلب. شنو كلب؟ إيه لازم أمرجج الخلفية وقال لي الكلب مات وأنا كل شيء ما بي. الكلب مات وأنت كل شيء ما بيك؟ إيه. آه يا باخ، المهم جاوبني. الباحة كتبت لك أسئلة وقلت لك جاوبني عليها. إيه جاوبت. جاوبتني؟ هاي جاوب الأسئلة. خو ما حد ساعدك من أهلك؟ لا أنا ما حد، أنا بخط قلمي هذا. بهذا قلمك؟ إيه لونه وردة شي. شنو؟ وردة شي. وردة شي؟ إيه. هذا اللون اسمه وردة شي؟ إيه. شوف الفيسبوك سوى بالشباب. إيه. اسمع. اسمع على اساس هذا قلمك معتز بيته؟ على اساس قلم لويس الرابع عشر هذا. ايه. مو السؤال الاول. والله اذا ما مجاوب قبل ما اقرا. قبل ما اقرا السؤال الاول، لماذا تسمى اللغه العربيه بلغه الام؟ لك شنو الجواب؟ لماذا تسمى اللغه العربيه بلغه الام؟ تقول لين ابوها اخرس ما يقدر يحكي. لا انا يا امي جاوبتها انا يا مات. أمك؟ والله مو قلت لك لا تعتمد على أهلك؟ أمي جاوبتها بخط قلمي هذا. بخط قلمك هذا؟ أي أمي جاوبت. خليه شوف السؤال الثاني، كيف تم فتح بلاد الأندلس؟ لك تكتب لي بالمفتاح، بلاد الأندلس انفتحت بالمفتاح؟ هذا أبويا جاوب، أنا يا مالتي، وثاني الجواب ناقص. شلون؟ جاوبني. مو هيجي، الجواب هم خلوا المفتاح ما رهم، خلعوا الباب. يا باب الباب مال الأندلس ولحد الان ما صلحوه، هسه الأندلس سودة عليها بدون باب. اي الهواء يروح ويجي كاتلهم البرد. اي خلوه برده. وين برده؟ باسبانيا؟ لا مضيف جبل طارق. لك ابني مضيف جبل طارق؟ يلا عاد اسبانيا خلت مضيف جبل طارق برده. ايه؟ على مود الجثة مو؟ ايه؟ مو نعرفه. عائله غبيه. لك انت غبي وابوه غبي وامه غبيه. زين هسه عرفت انتو بيكم جينات جينات وراثيه مال غباء. يعني شنو قصدك انا كسلان؟ كسلان ما تفهم؟ كل شيء ما تفهم، كل شيء ما تفهم، كسلان كسلان. يعني انا مطي؟ طبعا مطي، مو حق ابوك قتلك بكلب. مطي مطي. اه والله زاد. هذا انا ابوي يقول لي انا دخلك بكلية الطب. شنو؟ كلية الطب. منو طب؟ انا ادخل كلية الطب. انت تدخل كلية الطب؟ طب. أنت تدخل كلية الطب؟ طب. طب. وصرت طبيب. يعني أنت طبيب؟ إيه. أنت تعالج الناس؟ أنت طبيب؟ أنت صرت طبيب؟ وتعالج الناس؟ أبوك إذاك طبيب؟ لك يا عيو هل تصير طبيب؟ أنت طبيب؟ أنت طبيب؟ سعاد خابر لك مجين سب. عمو طنطس، عمو طنطل مدى يسمعني؟ شبيك؟ ما تقولي شبيك؟ أطرش عمو طنطل. خايبة وعمل عماج وهرش اللي فات ابنية وتخور بالليل. شبيك؟ شكو؟ ما تحترمون طنطلش قدش كبر النار تغلطون علي؟ فديت عمو طنطل، أنا جيتك عندي مشكلة. خير شبيك احترقتم؟ لا عمو طنطل جاب الحرق علينا. فديت عمو حبيبي طار من عندي. حبيبك؟ اي وش قللك علي؟ فاتح قهوة أنا مال عشاق الغسل. فديت عمو طنطل لعد أني وين أروح؟ عافية هو كلش متغير علي وداير وجهه عني. عمو طنطل يمكن هو مسحور. فديته مسحور؟ اي لا أبوي هو مو مسحور. بس انت لازقه وهازقه للزلمه، يروح للحمام تخابرينا، يسبح تخابرينا، يروح يسوق تخابرينا. خايبه تودي. فديت عمو طنطر، هاي انت ايش مدريك؟ شنو ايش مدريني؟ غير طنطر كان ابيع مخدر مال هسه طماطيه راجعه على عينها.
ايش بك عم مطنطل على كيفك وياي؟ ما اشوف جسمي يعني كلي يرجف فديته عمو فديته الفوفه. اقول هو اسمه فديته؟ لا عمو طنطل فديته يعني اروح لفدوه. هو اسمه فؤاد واني ادلع اسميه فوفه. خوش خوش وقت سهلة. باكر تروحين لنفس المكان اللي كنت تواعدون بيه. ان شاء الله شغلتك تنفك. فديته عمو فديته فدوه. اقول لك بيش تريد الحساب يعني ايش قد اعطيك؟ يارا دولار عراقي. يعني يا يارا يا دولار. وانا مفتح محل مال فيتر. يلا ولي 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 لا اسوي كبه. فديته اموت على الكبه. شلون بالله اذب عليها زيت مال الكبه. فديته ام الفالون. Je t'aime ma mère. Parfois, tu te fais faire. Parfois, tu te fais faire. Le jeu te bebuve, enfin. Le jeu te dit, parfois. Le jeu te marrate, le jeu te. Le jeu te marrate, parfois. Mais c'est la table, le jeu te parfois fait. Je te parfois. Ni veux, ni veux. Mitterrand. 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 يوم برج إيفل وعدنا اليوم ميتيران. يوم برج إيفل وعدنا اليوم ميتيران. جوتير إذا رايد متر ننطيك جوتير بيبا. إذا رايد متر بفا تدلغ جتي. إذا رايد متر ننطيك ميتيران. إذا رايد جتافزا. إذا رايد متر ننطيك ميتيران. مثل عبتر وضايع بين جته مثل عبتر وضايع بين. ميتران مثل عبتر وضايع بين. ميتران اللي هو شرجي وصلت لراشدي. جهت بفا سيد بفا جهت فاند لو جيت افون جهت فاند جهت فيرتان. اه يا دنيا جيت بفرتل جيت بفرتل الدنيا عاوز اللي تحبه اللي عنده فلوس جيت بفرتل. Nessun dorma, ma il mio mistero è chiuso in me. Vincerò, vincerò. سنان ما عتروحه طقوا باكيه
الشيف طلع لي زين كلها تشتري بدي انا يا رقي يا سكين بطيخي طلع احمر والرق طلع اصفر خلى شربي يفتر اهفي عالثلج جمار يا رقي يا سكين. Let's go.